سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. هاشم يوسف.
Thank you.
Thank you.
Sorry.
I'm
ما بدنا غادي حسان في سيد سجدين ما بدنا غادي حسان في سيد سجدين ما بدنا غادي كفن بين تيرا تيلم میں کفن Yeah.
بچا Again.
تیرا چلم
حسین ویر دے سجدے نو میں بچاواں گے حسین ویر دے سجدے نو میں بچاواں گے بے کفن ویر تیرا چیلم بے کفن ویر تیرا چیلم آمنا ترجمة نانسي قنقر.
السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين،
السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا جد الحسن والحسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين السلام، يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد المسلمين. السلام عليك يا ابن السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى ام المؤمنين. السلام عليك يا شهيد ابن الشهيد. السلام عليك يا شهيد كربلاء. السلام عليك يا وارث الانبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا انيس النفوس ايها المدفون بارض طوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. من شر الشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قام الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الذل والعدوان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق طوان وتمتعه فيها طويلا. خدايا بحق محمد وآل محمد. خدايا بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو منظور مقبول فرما. خدایا بحق محمد والے بیت محمد سادات عظام کی اس محنت کو، نذرانہ عقیدت کو، عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں اور محمد والے محمد کی بارگاہ عظیم میں شرف قبول میں بتا. پروردگار عالم ان کے مرحومین کی قبروں پر رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما. خدایا اس پورے خاندان کو ہمیشہ کے لیے سلامت آباد و شاد فرما. خدایا ان کے چھوٹے بچے، جوان، بزرگ، تمام کی زندگی دراز فرما. خدایا تمام ماتمی جوانوں کی زندگی دراز فرما، لوہانوں کی زندگی دراز فرما، ماتمی سالاروں کی زندگی دراز فرما، ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. خدایا جس جس کی جو دلی شریف حاجت ہے، خدایا تمام کی حاجتوں کو پورا فرما. جن مریضوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، خدایا ان تمام مریضوں کو صحت کلی شفا کاملہ عاجل عطا فرما. ایک بچہ سیدزادہ سید محمد زاکر سیریس ہے، بیمار ہے، آپریشن ہے، مولا کریم صحت کلی شفا کاملہ عاجل عطا فرما. خدایا بے اولادوں کو اولاد ندینہ عطا فرما، بے رزقوں کو رزق عطا فرما. پروردگار عالم جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی ہمت عطا فرما. جو مومنین بے گھر ہیں اس نازک دور میں، پروردگار عالم انہیں اپنا گھر عطا فرما. خدایا علی ولی اللہ کے اس حالس مرکز کو ہمیشہ کے لیے آباد و شاد فرما، سادات کے گھروں پر رحمت فرما. پروردگار عالم آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ، مولا کریم کا صدقہ، تمام کی نیک حاجات کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بیری رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، بے شمار مغرب کی جلال، بے